أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلية الشاب معتز عوض وشحة في بلدة بيرزيت شمال رام الله، وذلك بعد حصار دام لساعات لمنزله. ومن جهته استنكر وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع هذه الهجمة الشرسة في استهداف الأسرى المحررين وعائلاتهم. اللي صار الصبح عجول القوات الإسرائيلية على الساعة 6:10 أجوا على دار عمي عند مدرسة الأمير حسن وبلشوا ينادوا في السماعات وتخطخوا على الدار يقولوا اطلع يا فادي اطلع يا فادي واطلع يا سامر. وفي الشأن السياسي اعترف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأنه يأمل في أفضل الأحوال بأن تتفق إسرائيل والفلسطينيون على إطار عمل لاتفاق سلام بحلول 29 من شهر نيسان القادم، لكن اتفاقا نهائيا قد يستغرق 9 أشهر أخرى أو أكثر. وقال كيري للصحفيين فيما بعد أنه اعتراف صريح بأنه ليس بالإمكان التوصل لاتفاق نهائي بحلول 29 من إبريل، إن الأطراف استغرقت 7 أشهر للتوصل إلى تفاهم بشأن مواقفها، وأنه لا يعتقد أن أحدا سيشعر بالقلق إذا استغرق الأمر 9 أشهر أخرى للتوصل إلى اتفاق نهائي. في موضوع آخر، اجتمع نادي الأسيرة اليوم في رام الله لمناقشة دور النادي خلال السنوات الماضية والانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك بحضور شخصيات رسمية من نادي الأسير الفلسطيني ووزارة شؤون الأسرى وأعضاء من اللجنة التنفيذية، إضافة لأسرى محررين وذويهم. من جهته وصف وزير الأسرى عيسى قراقع نادي الأسير بالإنجاز الوطني والشعبي، وأن الجمعية بادرت وعملت قبل مجيء السلطة الفلسطينية وساهمت في جعل قضية الأسرى عنوانا سياسيا وإنسانيا في كافة الفعاليات والأنشطة التي ما زالت متواصلة. أولا نحن جمعية، ووفقا لقانون الجمعيات في فلسطين يفترض أن تلتئم الهيئة العامة لمناقشة أداء الجمعية جمعية نادي الأسير خلال السنتين الماضيتين، وستعرض يعني تقرير إداري ومالي، ثم ستجري عملية انتخابية لانتخاب هيئة قيادية جديدة للجمعية. لم تفلح جهود شبكة الجزيرة الإخبارية بالإفراج عن مراسلها المعتقل في مصر منذ نحو 200 يوم عبدالله الشامي، مما دفعها لتنفيذ وقفة تضامنية معه اليوم أمام مكاتبها في 30 دولة. في فلسطين نظمت الشبكة أمام مكتبها في رام الله وقفة لمدة نصف ساعة تضامنا مع زملائهم في مصر خاصة الشامي، حيث رفع الصحفيون لافتات وارتادوا قمصانا كتب عليها أن تكون صحفيا ليست جريمة. انطلقت هذه الحملة وهي حملة دولية في أكثر من 30 دولة في محاولة أيضا للضغط من أجل إما أن يتم تقديمهم للمحاكمة وفي نهاية المطاف إصدار قرار، أو أن يتم الإفراج عنهم، ونحن نطالب بالإفراج عنهم بطبيعة الحال، لأن الموضوع قد وصل إلى أمر مقلق. وإذا نظرت إلى العالم العربي حاليا تجده الأكثر انتهاكا سواء للحريات الصحفية أو للحريات العامة. قرر مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إلغاء وتعليق الفعاليات والإضراب الذي كان مقررا يومي الأحد والاثنين القادمين بسبب التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق الذي ستنعكس نتائجه هذا الشهر على رواتب الموظفين والمهندسين. كما أكد المجلس استمرار الحوار والشراكة مع الحكومة لإنجاز باقي التفاهمات والمطالب مع لجنة الحوار الحكومية. نختم الموجز بحالة في الطقس. من المتوقع أن يكون الجو يوم غد صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، وتكون الرياح الشمالية غربية إلى شمالية شرقية. أما يوم السبت يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية. إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.